أستاذ يعطي امتحانا لطالب فيقوم الطالب بضربه. طالب ثانوي من تكساس متهم بالتعدي على موظف حكومي بعد أن ضربه الأخير مرسلا إياه إلى المستشفى يوم الخميس. الأستاذ الذي حجب اسمه والذي يطلق عليه طلابه في ثانوية ويستفيلد هيوستن اسم هل تريد أن تعمل يا سيدي، كان يراقب امتحانا. رفض أحد الطلاب الخضوع لمشيئة المدرس ومشي خارج الصف، وعندما وقف الأستاذ في وسط الباب قام الطالب بتوجيه لكمة قوية له. خرج من الصف ليعود برفقة الموجه التربوي محاولين إجبار الطالب أن يعود إلى الصف، فقام الأخير بتوجيه الضربة القاضية للمعلم. طالب آخر قام بتسجيل الحادثة طبعا وحمله على مواقع التواصل الاجتماعي. لابد أن هذه اللكمة الأخيرة كانت السبب في إرسال الأستاذ إلى المستشفى. تم اعتقال الطالب الذي سيقضي فترة في السجن، أما الأستاذ فما زال يتعافى في المستشفى